مساء الفل. مش جديد اننا نسمع عن زوج ضرب مراته وطردها من البيت هي وعيالها. مش جديد ان الزوج ما يصرفش عليهم بعد ما طردهم ورماهم في الشارع. بس لما شيماء استنجدت بينا في مشكلتها وطلبت مساعدتنا، كان اصعب حاجه في قصتها هو التوقيت الصعب اللي بعتت فيه تفاصيل الحكايه. تعالوا نشوف الاول هي بعتت لنا تقول لنا ايه، ونرجع نكمل كلام. اسمي شيماء احمد عبد العزيز ابو علي، 37 سنه. جوزي طردنا من مسكن الزوجيه بعد ما قام بالاعتداء عليا والضرب عليا عشان اكتشفت علاقه غير مشروعه مع سيده اخرى. طردني في نص الليل انا واولادي في اعز الشتاء الساعه 12 بالليل، لحد ما واحد جارنا والله العظيم قوم عربيه نص ناق وطلب من السواق ان يوصلنا هنا. وعشان كده انا طلبت من قصه بنبه قصه حقيقيه ان يجوا يتواصلوا معايا ويشوفوا حقيقتي عشان يساعدوني انا واولادي. يمكن مش ببالغ لو قلت ان الشتاء السنه دي اصعب شتاء شفته في حياتي، وان موجه البرد الشديده والتلج اللي بقى عادي اننا نشوفه في مصر خلى فكره ان ست تطرد هي واطفالها السته في عز الليل فيها اكتر من مشكله. ومش هكون ببالغ لو قلت ان دي مصيبه. المصيبه الاولى هي انعدام الضمير من جوزها لو صحت الروايه وكان اللي اتقال ده حصل بجد. والمصيبه الثانيه هي البروده، السقعه اللي عماله تدخل في عظمهم يا حبايبي بتشيب الاطفال، خصوصا لو ما كانش في بديل او مأوى يروحوا له او مكان يناموا فيه وهم ماشيين من بيتهم خارجين من تحت اللحاف في السقعه في الهواء وفي البرد ده. عشان كده سافرنا لشيماء في مركز أشمون في المنوفية بالقرية الفرعونية هناك. فيش جوانا غير سؤال واحد، الست دي هتعمل إيه هي وأطفالها الستة في عز البرد؟ تعالوا نشوف ونعرف كل حاجة على أرض الواقع بقى. ولادي بتضيع، ولادي بتتدمر، المطر بتصر علينا، طب أروح فين لما الشتاء يجي؟ طب والله العظيم والله العظيم ان اولادي كانوا بيغمسوا ميه مخلل، مفيش، طب هعمل ايه؟ اسمي شيماء احمد عبد العزيز ابو علي، من الفرعونيه اشمون منوفيه، سني 37 سنه. انا اتعرفت على جوزي واتجوزته سنه 2011. اتعرفت عليه من خلال المحل التجاري اللي كنت بعمل فيه، وهو قال لي ان انا معايا خريج معهد خدمه اجتماعيه وعندي عربية تيربو متعاقد معها في شركة بوردية، يعني بمصنع ملابس. وكان خاطب وقال لي ان هو ما حصلش نصيب واختلف على كتابة القايمة، فانا جاهز وكل حاجة. والدي تعب خلال الفترة دي، فأصروا الاهل يعني ان انا لازم أن ارتبط، وخصوصا ان انا ما كنتش حتى في دماغي فكرة الارتباط والزواج، يعني لانه كنت بعمل دراسات عليا بعد البكالوريوس اللي حصلت عليه. فحصل الجواز خلال شهرين ثلاثة يعني ما كتر. وبعد كده اكتشفت المأساة، هي أول مأساة اكتشفتها إن هو طلع بيكذب عليا إن هو خريج أصلا دبلوم صينية، وإن العربية كمان مش بتاعته ده شغال عليها. فحاولت إن أنا ساعتها أنفصل منه، فهو قال لي إن أنا حاولت إن أنا يعني أقول لك كده إن أنا إيه يعني تقفي جنبي، حاولت إن أنا يعني إن أنت تسامحيني، يعني إن أنا يعني قلت إن أنت ممكن ما ترضيش بيا إن أنا بعمل سايق ميكروباص، أو إن أنا أنت إنسانة خريجة كلية، فحاولت ان انا اكذب عليك لان انا عجبت بيكي وحبيتك، فسامحيني ونبدا حياه تانية. ففعلا سامحته وبدات حياه تانية معاه. جه بعد كده بدا يشتغل يوم ويوم لا، بدل ان الحياه تبقى معاه مش كويسه، وخصوصا ان كان معانا طفلين. فجه والدي وزع الميراث بتاعه، فانا بعت حقي وقال لي بيع حقك يعني وتعالى اقف جنبي ونشتري عربيه سوا ونبدا حياه مع بعضنا. فاخدت المستحقات بتاعتي وجبنا له عربيه فعلا، والعقد معايا بصوره العربيه وكل حاجه. فبدا يشتغل وبدا يصرف علينا، بدا بعد كده المعامله بتاعته تتغير، بدا في اهانه، بدا بشتيمه. المشكله بقى ان انا كنت مستحمله برده عشان خاطر اولادي، ووالده كمان كان عايش معانا في البيت ووالدته. والده بصراحه كان بيعزني جدا وكان بيحترمني وكان بيدافع عني، كان يقول له يا ابني كده حرام عليك، راعي ربنا فيها، دي ام اولادك وست وقفت جنبك وساعدتك، ما ينفعش كده. جه والده توفى في سنة 2019، وبعد وفاة والده المعاملة بقى فقدت مصدر الحماية ليا تماما،
بدأ في ضرب، بدأ في إهانة، بدأ في شتيمة، لدرجة إن ابني اتخذ الأسلوب المعاملة بتاع والده، بدأ إن هو يشتمني ويرد عليا، بدأ بنتي دي تعيط عشاني، دي وصلت بحالة صرع، حالة نفسية سيئة من المعاملات، حتى الضرب بتاعه كان بيترك أثر على جسدي. اكتشفت بعلاقة غير مشروعة، جات لي رسالة على التليفون، هو كان حريص جدا وكان عامل باسورد للتليفون بتاعنا، ما حدش كان بينسبه خالص ولا حدش بيعرف يفتحه، فجات لي رسالة عليه ان جوزك على علاقة غير مشروعة بسيدة ما، وبعت لي الباسورد فعلا في رسالة. استنيت ما هو نام ورحت سحبة التليفون وخدته وفتحته، فعلا قام على اكتشاف ان انا بسمع، فقال لي تعالي هنا انت ايه اللي خلاك تجيبي التليفون بتاعي وتدوري فيه يا ست يا حراميه مش عارفه ايه، وبدا فعلا يخبط دماغي في الحيطه لحد ما نزفت هنا. ومن السريخ فجرنا كان في واحد جارنا واقف كان في البلكونه، قال له الحق يا بابا تقريبا ام عبد الرحمن عندها حاجه بتصرخ في البيت وكده، طبعا البوابه مقفوله وما فيش في البيت خالص الا انا وهو، لدرجه ان خبطوا على جارنا يقزح لنا من السطح بتاعه، وفعلا نزلوا لنا في ايه يا عزه بتضربها كده ليه وبتعملها، قال لهم ده ست حراميه وسرقتني، قلت لهم يا جماعه هاتوا التليفون بتاعه وشوفوا الامر كذا كذا كذا، راح طردني من المسكن فعلا بعد ضرب يعني ضرب فظيع بصراحه، وراح القى عليا من الطلاق وقال لي انا مش عاشرك تاني انت ست حراميه ده سرقتني، طب سرقتك في ايه يا ابني طب ما فيهاش حاجه، قال دي سرقتني في 50 جنيه، وطردني بالليل فعلا في الشتاء، واتصل على اخويا وقال له اختك حراميه وسرقتني، واتصل على خالي انا طردتها من البيت عشان ست حراميه، هو طردني من مسكن الزوجيه من هناك من معديه بير شمس تبع الباجور. طبعا لما طردني كان في اولادي كان في بعض صاحي والبعض كان نايم، هو كان بيطردني بالصحيين بس، قلت له لا انا مش همشي الا لما اخد اولادي بحالها طبعا، لان ما ينفعش ان انا اسيب اطفال زي دي كده هنا. طردني وزقني بهم في الشارع، والاولاد كانوا مسروعين لدرجه ان في اولاد نزلت حافيه، وفي اولاد والله يعني في اطفال نزلت حتى من غير بناطيل، وطبعا وقفنا بيهم في المطر، وبقت جيراننا يعني واقفين معانا لحد ما ركبوني العربيه، واولادي مسروعين على الاخر، وخافوا اصلا ان هم يجوا معانا هنا جارنا، لان طبعا دي راحه انسانه مضروبه وراحه متعوره، فازاي هنروح لاهلها كده او فجارنا والله يتفضل مشكورا قوم لي عربيه نص نقل جابتني لحد هنا في البيت، وجيت هنا لحد هنا باولادي. كان هو راح لعمي وراح لخالي وحكى لهم الوضع وقال لهم دي ست حراميه وست كذا، فانا حكيت لعمي الكلام ده ما اقتنعوش، وقالوا ايه يعني واحد ضربك، ايه يعني جوزك يضربك، ما كله بيستحمل وكله بيعيش وكله، يا جماعه ده الامر غير كذا كذا، قالوا لا وانت ترجعي وتستحملي وتعيشي والكلام ده كله. طبعا اخويا قال لهم لا دي بنتي ناس مش انسانه جايه من الشارع، ودي انسانه ام ولاده، وعيب اصلا يشوه صورتها بالطريقه ديت، حتى لو في اي حاجه حصلت ما كانش كان برضو يستنى اما انا اجي وكان يحكي لي الكلام ده، ما يضربهاش ويطردها في الشارع بلبس البيت هي واولادها بالطريقه دي، ده مش استعمال يعني، ده مش اسلوب ادمي ان هو يعمل كده. طبعا حاولنا نحل المشكله، ودي ان هو يطلقني رسمي بقى والقى عليا من الطلاق، طبعا رفض وقال لي لا عايزه تتطلقي بريني من جميع مستحقاتك في كل حاجه واديني عيالي، طب اديك عيالك الاطفال دي تعمل بيها ايه، طب اصرف علينا. استنينا فتره مفيش اي قبول منه خالص ولا اي استجابه خالص، لدرجه ان حتى يعني عمي وخالي بداوا يضغطوا عليا واتفقوا وقالوا محدش يساعدها باي فلوس نهائي عشان هي تبقى مضطريه ان هي ترجع لجثه تاني، او يعني حتى لو مش محتاجه له هتروح ترمي له عيال او هتعيش معاهم بقى غصب عنها، خلاص كاسلوب من وسائل الضغط. والله العظيم جه ايام ما كان معايا ولادي كانت بتعيط ليالي وايام من الجوع، معيش حاجه اجيبها لها، ومش عارفه ان انا اسيبهم واشتغل، حاولت ان انا اطلع اشتغل في اي محل تجاري، الراجل بيقول لي ظروفك ايه، اقول له انا ست مطلقه ومعايا ست اولاد، طب انت يا بنتي هتسيبي ست اولاد لمين وهتيجي تشتغل؟ طب هتشتغل ازاي؟ مش هتيجي تقولي لي ان بكره ابني تعبان انا هاخد اجازه، لا ده انا هلحق ابني كذا، ده انا هلحق ابني طالع من المدرسه، لا يا بنتي طب سيبي لنا رقمك وهنبقى نرد عليك. حكايه الانجاب دي والله كانت خارجه عن ارادتي، يعني دي اراده ربنا، حتى كان في حمل يحصل وانا بستخدم وسيله حمل برضه، يعني انا مستخدمه وسيله منع حمل وكان في حمل بيحصل برضه. فهي المشكله والله ان حكايه الاولاد دي جت يعني جايز ان ربنا سبحانه وتعالى يكون جايبها لسبب ما. طب والله العظيم والله العظيم انا لحد والله لدرجه ان اولادي كانوا بيغمسوا ميه مخلل، اما طردني وضربني خد مني بطاقه التموين، خد مني البطاقه الشخصيه، خد مني الموبايل، مشاني حتى هدومي والله العظيم جارتنا اللي جايبه لي عبايه من عندها، لدرجه ان والله العظيم كنت بشتري لهم العيش المعفن من خارج البيوت عند واحد بتاع علافه هنا عشان اكلهم بيه، لحد ما اولادي وسبهم النازله معويه حد،
مفيش، طب هعمل ايه؟ بعد كده ادرك عمي واحد من احد عمامي ان قال لهم كده يا جماعه كفايه اسلوب ضغط عليها كده، هي طالما مش عايزه ترجع خلاص هي حره. احنا برضو نحاول بقدر الامكان نعاون معاها الاولاد دي. رفعت دعوه قضائيه في 4/6/2020 للنفقه لان هو مش راضي يصرف علينا رغم ان هو ميسر في الحال. خدت حكم للنفقه في شهر 12/2020، قعد حوالي مماطل في تنفيذ الحكم ومش راضي ينفذ الحكم. بعد سنه ونص نفذ حكم النفقه، رايح يحط لي كام في السنه ونص؟ 600 جنيه من النفقه الزوجيه و2400 جنيه بعد 18 شهر. طب اكل دول منين؟ اربيهم منين؟ اعلمهم منين؟ البسهم فين؟ يعني ده اب ايه ده؟ يعني عايز افهم يعني اروح بهم فين الناس دي؟ وخدت عليه طبعا مش راضي يديني، ما رضيش يديني المنقولات بتاعتي ولا قائمه المنقولات. رفعت برده دعوه قضائيه، خدت حكم عليه بسنه سجن وغرامه 200 جنيه في تاريخ 7/2020 من قيمه شهر عمل لي محضر تمكين من الشقه، عايز يثبت ان شقه والدي دي اللي اخويا بتنزل عنها ان دي مسكن الزوجيه بتاعه، وكان جايب لي محضر طرد منها ومعايا كل الاوراق وكل المستندات اللي تثبت كلمه. انا قاعده دلوقتي حاليا عند اخويا لان ده اخويا شقيقي، وقاعدين هنا في البيت بتاعه نظرا لظروفي، وقعدنا هنا نظرا لظروفي ان انا معيش فلوس ان انا احوش سكن بره او سكن بالايجار. واخويا قعدنا معاه هنا في البيت وتنزل لنا عن الشقه دي هبه، فتبرع علينا بعض الاهل والجيران بحاجات كده مستعمله لاولادي، حتى البوتاجاز بتاعي اشتريته من بتاع الروبابيكيا ان هو ان هي حاجه بس ان انا ابق عليها لاولادي. والله العظيم جميع حشرات الزاحفه موجوده معانا، الابراص، الفريم بتنزل علينا، الابراص، القطط، التعابين، الزواحف، لدرجه ان ابني لما بيجي او اي احد اولادي داخل الحمام يلاقي البرص يرجع، يا ماما في برص في الحمام يا ماما، لدرجه ان بقى يعمل حمام على نفسه من الرعب عشان ما يخشش الحمام. انا لقيت ان اولادي بتضيع، اولادي بتتدمر، اللي اسيب بحاله نفسيه، اللي اسيب باسلوبه، اللي بقى يزعق عشاني. انا طلباتي عايزه ان تدخلوا لي اي حد ان هو اي رجل يساعدني في حب تستقبل الاولاد. يعني شوف هنا المطره مبوشه، احنا بننام على السرير غير الميه، المطره بتسر علينا. طب اروح فين لما الشتاء يجي؟ يعني اليومين المطره دول انا بقيت اصحي اولادي، طب هقعد بهم بره في التل؟ بقينا نشوف الركن اللي ما فيش مطره نجري عليه، طب هنعمل ايه؟ اولادي بتضيع، اولادي بتتدمر، المطره بتسر علينا، طب اروح فين لما الشتاء يجي؟ طب والله العظيم والله العظيم ان اولادي كانوا بيغمسوا ميه مخلل، مفيش، طب هعمل ايه؟ مفيش، طب هعمل ايه؟ بغض النظر عن ان فكره طرد زوجه من بيتها هي واطفالها يعني حاجه ما تطلعش غير من انسان ما عندوش نخوه، مش اب، لا يصلح. يعني انا كده بتكلم بلغه حلوه عشان احنا على التلفزيون، بس لو صحت روايه شيماء طبعا، واعتقد ان شكل البيت والاطفال اديكم شفتوهم اللي ظهروا طبعا لحضراتكم في التقرير بياكد ان في حاجه فعلا مش مظبوطه. بس حتى الجرائم والافعال اللي بتبقى غير اخلاقيه بتبقى درجات. اللي اعرفه ان في حراميه وقطاع طرق وحيوانات مفترسه والله تتهز لما تشوف طفل صغير كده قاعد يتنفض في عز البرد، المطره بتوقع عليهم، بيصعبوا عليهم، بيبقى عندهم شويه رحمه وصدر عشته وصوت عياطه وهو مش عارف يعمل ايه مهما كانت القسوه اللي جواهم. ما بالنا بقى لما يكون اللي طرد الست الضعيفه اللي انتوا شفتوها دي والاطفال ولاده الصغيرين في عز البرد، شد من عليهم الغطا والدفى هو ابوهم. تخيلوا مصيبه. وليه؟ عشان مراته قفشت خيانته وخسته، بدل ما يقعد يبكي بالدموع يعيط لها ويتاسف ويحلف مليون مره انه مش هيعمل كده تاني، يقوم ضاربها يتهمها بالسرقه عشان يداري على خيانته. شفتوا شيماء قالت ايه في التقرير؟ قلت لك كان في عيال ما لحقتش تلبس هدومها، خرجوا عريانين. يا اخي الكسف بقى. في الوقت الواحد احنا كبار بنكسل ان نخرج من تحت البطانيه نشرب
وانا ادخل الحمام وتقعد تشيل هم، وانا هقوم ازاي اصلا البس عشان اروح الشغل، نلبس تقيل، بنلبس شرابات، في ناس بتنام بايس كاب، مشغله الدفايه في البيت، طب ايه؟ وكل ده مش محوق، بيشتري لهم العيش البايظ عشان ياكلوه. طب ازاي وانت عندك 6 عيال زي الفل ربنا كرمك بيهم؟ ازاي اب بيعمل كده؟ تقرير مرعب مرعب، غير السقعه والبرد. شفتوا شكل البيت عامل ازاي؟ طب سمعتوا جملة احنا بنعاني من كل اشكال الزواحف؟ ما طبعا اكيد قاعدة معاهم زواحف وحيوانات، لدرجة ان الطفل الصغير بيعمل على نفسه لانه خايف يدخل الحمام من شكل اي برص ولا فار. يا حبيبي، طب تفتكروا اطفال الستة دول ممكن يطلعوا اسوياء؟ لو احنا بنتكلم بقى عن الشق والجانب النفسي هنا في البرنامج، في ظل ايه؟ بيئة وظروف تربية بالأسوأ بالوحشة دي؟ ولا لو اتسابوا كده ممكن يتحولوا لضحايا أو وحوش، هيبقوا ناقمين على المجتمع لما يكبروا. طب الست الضعيفة الفقيرة دي اللي اتضحك عليها، اللي ملهاش لا حول ولا قوة، هتربيهم ازاي وهي في رقبتها 6 أطفال؟ هتنزل تشتغل ازاي؟ ما أكيد مستحيل تنزل تشتغل. هتسيبهم ازاي زي ما قالت في التقرير وعندها حق؟ طب الأب اللي عمل كده مين ممكن يحاسبه على عملته دي؟ أنا عارفة إن التقرير استفزكوا جدا، بس إحنا بنحاول ندور على حلول وممكن نقدم لها إيه إحنا مش عارفين. أسئلة كتيرة قوي، أسئلة كتيرة قوي في حكايتك يا شيماء، هنجاوب عليها بس بعد الفاصل، استنونا. شيماء كانت عايشة راضية بحياتها، راضية بالفقر، بأحوال جوزها اللي زي ما بيقولوا ما تصرش لعدو ولا حبيب، لحد ما الموضوع زاد عن حده. اكتشفت ان الزوج بيخونها، بيعمل عمايل ما ترضيش ربنا طبعا. ليه وقت ليه نفسي يخون ولاقي وقت وعنده 6 عيال؟ فقررت ان هي تواجهه، بدل ما يرجع عن اللي بيعمله راح يتهمها بحاجات ما عملتهاش، ضربها، هانها، طردها من بيتها هي واطفالها او اطفاله السته، اللي أكبر واحد فيهم عنده 9 سنين وأصغرهم 3 سنين، طردهم في عز البرد في عز الليل في الشتاء من غير حتى ما يلحقوا يغيروا هدومهم أو تكون معاهم فلوس، طب فلوس مواصلات حتى تودي شيماء لبيت أهلها، مفيش. النهاردة شيماء عايشة في بيت لا يصلح أبدا زي ما أنتوا شفتوا، لا يصلح للبني آدمين، السقف بينزل عليهم مية لما بتمطر، في عز التلج، برد تلج، الحيطان كلها بتشع وكلها رطوبة، مفيش هدوم، فيش عفش، فيش غطا، فيش أكل ولا شغل. ست معاها 6 أطفال، 6 أطفال بتواجه أصعب ظروف في الدنيا ممكن يواجهها أي بني آدم، لوحدها بطولها في الوقت اللي جوزها سواق الميكروباص عمال يماطل القانون، بيستغل صعوبة إن هي ممكن تثبت دخله، طبعا صعبة جدا، مش عارفه تاخد منه نفقتها هي والعيال اللي المفروض مسؤولين منه. دلوقتي خلونا نشوف نقدر نساعد شيماء ازاي هي واطفالها، نقدر نعمل ايه؟ مش عارفين. معانا مداخله من المسؤول في المجلس القومي للمراه، معانا مدام ماجده محمود مقرر المجلس القومي للمراه بالجيزه. الو، مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك يا مدام ماجده؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. سمعتي؟ يعني خلينا بداية ناخد الموضوع من الأول. يعني الحب مرايته عامية زي ما بيقولوا، هي واحدة بكالوريوس تجارة جيد جدا، يعني اختارت اختيار خاطئ من الأول. فده الاختيار الخاطئ بتاعها كان نتيجته 6 ولاد، هي ظلمت نفسها اولا ثم اولادها ثانيا. هي هقول لحضرتك على حاجه، لو انا ينفع اقول لك، هناخد الموضوع من الاول. هقول لحضرتك على حاجه عشان عندي تعليق على الاختيار الغلط. ساعات فعلا بناخد اختيار ما بنبقاش عارفين ان هو غلط ولا صح، بس هي مشكلتها انها تمادت، لانه اي حد كان ممكن يبقى في موقفها. يا حرام. اتفضل. ما انا لسه هكمل. اختارت في الاول يعني تحت مثلا مسمى الحب وان هو ما كانش صادق معاها في تعليمه او طيب احنا وقعنا تحت وطئه الاختيار الخطا يعني غصب عننا، وبعدين اتجوزنا، وبعدين نمنع الخلفه بقى، نجيب عيل، نجيب 2. بالظبط.
بالظبط. بس بداية هي ما كانتش هي صح. هو من الأول واضح، يعني هو من الأول واضح إن هو إنسان غير سوي. صح. يبقى أنا بجيب أطفال كتير ليه؟ بس ممكن يكون ما كانش معاها مثلا إن هي تجيب ثمن إنه منع الخلفة، ما كانش معاها إن هي تعمل احتياطاتها. كل الحاجات دي متوفرة بدون مقابل حضرتك كمان؟ لا أنا معرفش بالمعلومة دي. كل الوسائل دي بصي حضرتك على مستوى 27 محافظة المجلس القومي للمرأة موجود ليه فرع في كل مكان، وهي على فكرة تبع المنوفية محافظة. يعني دي موجودة ومتوفرة في المجلس القومي للمرأة. مش مع مدير وزارة الصحة. الله. مديريات الصحة في كل محافظة بتوفر. يعني لو حبوب منع حمل أو تركيب لولب أو إن إحنا نقول لهم يعملوا إيه، كل الوسائل. كل الوسائل حضرتك. أنا بشكرك. موجودة في مديرية الصحة في المحافظة بتاعتها، ورعاية صحية بدون مقابل وكل الكلام. بنختار أحيانا اختيارات خطأ، لكن بنتراجع بقى أو بنقف نعدل المسار. طب إزاي بقى نقف نعدل المسار؟ يعني إيه بقى دور المجلس القومي للمرأة؟ هي ما وقفتش تعدل مسارها. طب احنا نعدله لها بقى. في نقطه هنا برضو، في حلقه هنا مفرغه، يعني انا حد بيعذبني كل العذاب ده، طب انا منتظره ايه؟ بعدين انا واحده متعلمه بصلي وبدعي له يمكن يتغير. هو يعني ازاي سبحانه سبحانه هي يعني بتبقى باينه علامات يا ماما اجري. طب احنا نساعدها ازاي بقى؟ هي دلوقتي جريت خلاص، هي عايزينها تكمل في الثبات ده. في نقطه ثانيه برضو، هي ليه مش بتسعى انها تشتغل؟ يعني في يعني احنا بنشوف خريجات جامعه وبيروحوا يلاقوا حضانات. لو احنا كنا بنقول نعمل لها كشك او ان احنا نوفر لها حياه كريمه تشتغل في مكان. ما هو انا هي مش تبع محافظه الجيزه، احنا هتواصل مع زميلتي في هي منوفيه. في المنوفيه يعني هوصلها بيها. ارجوك. اخد التليفون واوصلها بيها وهنشوف هنساعدها ازاي، بس هي كمان لازم تساعد نفسها. هي محتاجه حد يقويها، محتاجه كلمتين بالحق، كلمتين بالصح، كلمتين حد بيفكر يعني بره الموضوع يقول لها الصح والغلط. حضرتك هي كمان لازم تساعد نفسها، يعني كانت هتلاقي بصي اللي عايز يسعى على اولاده هيلاقي الفرص، لكن فكره الاستسلام انا شايفاها مستسلمه قوي. ما هو خلي بالك احنا كلنا شخصيات، في ستات بتبقى قويه الشخصيه وتعرف تتصرف، وفي ستات يعني بتعطل زي ما بيقولوا، لكن هي استسلمت، هي شخصيات، فهي ممكن تكون محتاجه مننا كلمتين، محتاجه دفعه انه حد يقف جنبها، محتاجه ظهر. دي هي حتى لو كانت لجأت للمجلس القومي للمرأة فرع المنوفيه كانت هتلاقي حاجه اسمها مكتب شكاوى المرأه، مكتب شكاوى المرأه ده كان هيقف جنبها قانونا وكان هيجيب لها حقها. صح. وكان هيوفر لها فرص عمل، كان هيعمل لها حاجات كتير جدا. عندكم حالات زي شيماء كده؟ اكيد في حالات كتير. زيها احنا بيجي لنا حالات عايزين مثلا قضيه في نفقه، عايزه مشكله، عندها مشكله في الولايه التعليميه، عندها مشكله في الطلاق، عندها مشكله حتى في العمل. او في بيوت للمعنفات، انا سمعت المعلومه دي بس مش متاكده منها. في اكتوبر بيت للمعنفات، بس هو بيوت المعنفات بتقعد فيها فتره معينه كفتره تاهيليه، وبعد كده بيحاولوا يساعدوها ان تبقى عندها تقف على رجليها يعني، او يساعدوها باي تكون هي متدربه على حاجه. في كمان مركز تنمية المهارات موجود تبع المجلس القومي للمرأة، بيدرب على مهن وحرف، وبعد كده بيساعدها برضو في إنها تسوق منتجها حتى من البيت. هي لو كانت فكرت تجيب فرن وتخبز عيش وتقعد على باب البيت تبيعه وكانت هتصرف على أولادها. صح مدام مجد، أنا بشكر حضرتك ونورتيني وتسلمي لي، ميرسي جدا مدام مجدة محمود من المجلس القومي للمرأة. تعالوا نشوف أي واحدة لو اختارت اختيار غلط وأجبرت إنها تكمل تعمل ايه؟ والقانون يجيب لها حقها ازاي لما تيجي تمشي وتفوق؟ الو مساء الخير. استاذ خير احمد فؤاد، اخبار حضرتك ايه؟ معانا استاذ احمد فؤاد المحامي بالنقط، اخبارك ايه؟ اهلا بحضرتك. ايه رايك في اللي سمعته ده يا فندم؟ والله موضوع يعني صعب قوي تحمل سماعه حتى، ومسؤوليه كبيره طبعا، وحد ظروفه الاجتماعيه والاقتصاديه صعبه، وست اطفال. ازاي بقى اعرف اثبت دخله وهو عمال يتهرب مني؟ ما سواء ميكروباص ده بنسبه دخله ازاي؟ سواء توك توك، سواء ميكروباص، سواء تاكس زي ما بتقول ايه؟ لا ده موضوع قضائيا سهل جدا، لان الموضوع ده ليه ثلاث محاور. اولا المحكمه بيحق ليها طبقا للقانون انها خلال 30 يوم من رفع الدعوه انها تحكم بنفقه مستعجله. وتبقى واجبه النفاذ وتبدا انها تنفذها، وليها طريقتين خلال 30 يوم. 30 اتفضل قول الطريقتين يا فندم. حد اقصى. كويس.
وليها طريقتين، طريق من عن طريق بنك نصر اجتماعي انها تصرف جزء من النفقه مباشره، فتقدر تتحصل على مبلغ من بنك نصر الاجتماعي بموجب الصيغه التنفيذيه اللي هتكون موجوده معاها حتى بالنفقه المؤقته. الجزئيه الثانيه انها تقدر انها تحجز على اي مال لي او كده. ومن ناحيه ثالثه المحكمه بتمكن في موضوع التحري عن النفقه عن دخل الزوج، فقسم الشرطه هو اللي بيتحرك، فبيقدر يوصل للشخص ده بيعمل ايه وبيتدخل ايه عن طريق شيخ الحاره والاداره البحث اللي موجوده في قسم الشرطه. طب لو النفقه دي مش مكفيه بقى، نعم، اجيب بقى ازاي منه فلوس يقف في السجن؟ دي الحته اللي بنوه عنها المشرع لازم يتدخل فيها. البنك الاصل بيدي في حدود 500 جنيه بس. طب وهي عندها ست عيال، نعمل ايه بقى يا استاذ احمد؟ طبعا بتكفي يعني الطفل الواحد مش مكفيه 100 جنيه في الشهر. لا. كويس؟ وبالتالي يبقى هنا عندنا حته ممكن نعملها انها ترفع خمس قضايا نفقه. يعني ايه خمس قضايا نفقه؟ ده بيفرق في ايه العدد؟ كل طفل ترفع عليه قضيه. مش قضيه واحده بالسته. يعني نرفع ست قضايا نفقه للست عيال. ست قضايا، فبقى هيبقى عندها ست احكام. وهي بقى تاخد مثلا نفقه متعه او تاخد مؤخرها. هي هي حاجتها هي لوحديها، وحاجه الاولاد حق لوحديها. فالست احكام بالنسبه للاولاد هيبقى ست احكام هتقدر تنفذهم، يعني بنتكلم حد اقصى 500 جنيه في سته، يبقى ممكن حدود 3000 جنيه تصرفهم من بنك مصر شهريا. حلوين، رضا. طب لو عرضت عليك زي ما بعمل كل مره، النصيحه اللي بقولها لها انها لما تيجي ترفع قضايا ترفع ست قضايا مش كلهم في قضيه واحده. لا، ما هي مش حضرتك مش هتضطر تقولها النصيحه غير وجها لوجه، عشان حضرتك لا تتبنى الحاله، صح؟ لا لا، تحت امرها طبعا. زي ما بعمل كل مره. ممكن تبقى معانا يا استاذ احمد من فضلك؟ ده شيء يشرفني طبعا. شرف ليا، ونورتني، وتسلم لي وعلى راسي. ربنا يخليك الكل. مع السلامه. مع السلامه. طبعا احنا قعدنا نتكلم كل ده، قلنا هنأهلها ازاي ونحاول نجيب لها حقها بالقانون. طب هي نفسها في ايه؟ واهم حاجه بقى في برنامجنا اللي احنا بنحاول نصلحه وبنحاول نفكر مع بعض، لانه احنا دايما بنركز على الجانب النفسي زي ما بيقولوا. زي ما في اهالي بتقول لك انه ما بياخدوش بالهم ان عيالهم مثلا عندهم اكتئاب، يعني انا مبسوطه ان احنا في قصه حقيقيه نورنا الحته دي. ما بياخدش باله، انت مش واكل فراخ امبارح؟ عندك اكتئاب ليه؟ لا، المرض النفسي موجود، وطول ما احنا شايفين مشاكل كده في مجتمعنا ما كناش بناخد بالنا زمان، فكان ممكن حالته النفسيه تسوء، ممكن فجاه ساعات لا قدر الله بيسبب وفاه، بيجيب جلطات، في ناس بتموت بجد. فلو احنا بنتكلم النهارده عن مرض نفسي، الست دي نفسيتها تبقى عامله ازاي؟ طب ولادها هيطلعوا عاملين ازاي؟ طب دول هيفيدونا في المجتمع ولا هيطلعوا يلومونا؟ ولا هيبقوا ناقمين علينا وشايفين ان احنا ما ساعدناهمش وشايفين ان هم اتظلموا بزياده، فممكن يظلموا حد تاني. فكروا معايا في اللي انا بقوله. نفسيا ده مهم قوي. هنتكلم فيه بس بعد الفاصل، استنونا. ايه اللي يخلي اب يطرد مراته وعياله في عز الليل والبرد من غير ما يكونوا لابسين هدومهم، ولا مراته معاها فلوس مواصلات عشان تروح حتى لاهلها؟ طب حتى لو الزوجه دي غلطت، غلطت، هنقول غلطت، او جوزها ما بقاش عايز يكمل معاها، طهق. طب مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز فامساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان؟ طب ليه ما يسيبهاش ويديها حقوقها هي واولادها، وكل طرف يشق طريقه بقى من غير اي ظلم او افتراء؟ طب والام والاطفال اللي عايشين عيشه غير ادميه زي اللي شفنا جزء بسيط قوي في التقرير، ازاي ممكن يفيدوا نفسهم ويفيدوا المجتمع؟ تفتكروا مش هيطلعوا لا قدر الله مجرمين او مدمنين وهم فاقدين للثقه والامان والحنان؟ اسئله كتير قوي هنتكلم فيها النهارده مع دكتور محمد هاني، استشاري الصحه النفسيه، عشان نشوف نقدر نساعدها ازاي نفسيا. منورني يا دكتور. بنورك يا سيدي. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. ايه يا دكتور، نعمل ايه في المشاكل اللي انت بتشوفها دي؟ انت الحنين بقى اللي بيجي طبطب، انت بتاع العائلات، يقول لك دكتور محمد هاني العائلات على طول. نعمل ايه؟ والله احنا يعني مشكله كبيره جدا طبعا. انت بتتكلمي عن حد بتقولي يعني ايه، هو ده بيشرب حاجه؟ ده هو اصلا شخص غير سوي، شخص غير مسؤول، شخص لا يعتمد عليه، شخص اصلا ما كانش ليه ان هو يتجوز اصلا. عشان كذاب ولا عشان في حاجه؟ اولا عشان كذاب، والشخص اللي هو يرمي ولاده في الشارع
في عز الشتاء وفي عز التلج وفي عز حاجات كتير جدا من غير مصاريف من غير اي حاجه، هو في ايه؟ ده بيشرب حاجات ولا هو اكيد عنده مشكله؟ اكيد تلاقيه بيشرب وعنده مشكله، هو شخص غير متزن نفسيا، ولو مش بيشرب ولو عمل كده يبقى هو غير متزن نفسيا. طب لو واحده اتجوزت وهو قال لي مثلا انا بشتغل محامي، انا بشتغل دكتور، انا بشتغل اي حاجه، وفي الاخر طلع الكلام ده مش حقيقي، هقول لك اتطلق بعد ما اتجوزت؟ بص اقول لك حاجه، مش قصه قرار الطلاق ما بيجيش يعني هيبقى صعب ليه طبعا. بقى في اولاد لا انا لسه في الاول، من اول شهر انا قفشت البطاقه، او مش مكتوب في البطاقه، مكتوب في البطاقه حاجه او مكتوب ان هو مثلا خريج حاجه او بيشتغل حاجه وده مش حقيقي، اعمل ايه؟ هقول لك حاجه كويسه جدا، اغلب الناس بيستعجلوا في الارتباطات وفي الجواز يا سالي، والناس بعد كده بتكتشف ان الناس دي نصابه. يعني مثلا واحده بتقول لي انا اكتشفت ان هو كان متجوز وعنده اولاد، انت كنت فين؟ والله العظيم انت كنت فين وهو بيتقدم لك وحصل فتره خطوبه منكم لمده سنه وما عرفتيش ان هو حد متجوز وعنده اولاد؟ ايه ده؟ بس في رجاله شاطره قوي. لا هو الموضوع ده، ما هو الراجل اللي يدخل على غلطه زي دي في حياه اي ست ده بنسميه نصاب. اللي يغلط في غلطه بشعه، يعني بمعنى ايه؟ شوفي شوفي سيكولوجيته بتقول له ايه؟ انا داخل دلوقتي اتجوز واحده وانا كنت متجوز مثلا او مؤهل غير المؤهل اللي انا قايل عليه، وهعيش مع الانسانه دي عمر طويل جدا، هو انا هفضل اكذب؟ طب لو هو نصاب وانا لسه في بدايه جوازي اعمل ايه؟ ما انا هقول لك حاجه، راجل يعمل غلطه زي دي هو لا يؤتمن. فايه؟ يؤتمن في اي شيء. لا فايه بقى؟ هو لا يؤتمن، هو اعمل ايه؟ ما هي المفروض ان هي لو قبل كاتب الكتاب بيقول لك ده احنا خلاص عزمنا الناس، بعد كاتب الكتاب انت عايز تفضحينا؟ لا بس انت لسه ما ربعنتيش. لو ظروفها تسمع بالانفصال من اول لما اكتشفت الكذب بتاعه في كذبه كبيره زي دي، انا من وجهه نظري تنفصل وابقى مطلقه يا اخويا في مجتمعنا. طب ايه المشكله يعني؟ طب ما هو بعد فتره معينه بيحصل ظروف تجبرها ان هي ما هو رماها في الشارع ورمى عيالها في الشارع. في بعض الاسر، عشان بس عشان نبقى نفهم الناس، الناس بتتجوز وتلاقي مخلف بالست سبع عيال، وهو اصلا امكانياته الماديه لا تسمح للمصاريف على العيال دي، تسمع انه يجيب علبه سجاير اللي هو بيشربهم كل يوم ومش عايز ياكل عياله. بيعمل ايه بقى يا سالي؟ يروح منزل الاولاد دي في الاشارات. لما كنا بنعمل احصائيه عن الاطفال اللي موجوده في الشارع، اطفال الشوارع، عرفنا ان في جزء منهم بنسبه كبيره جدا 60 70% هم مش اطفال شوارع، وليهم اب وام وليهم بيوت، بس هم بيلموا الفلوس ويروحوا لهم بينزلوا يتسولوا في الاشارات في الشارع، اللي بيجي يمسح لك العربيه، اللي بيجيب لك علبه مناديل والنبي ويقول لك لا اديله حرام اوعى، ويلم الفلوس ويرجع تاني لاهله، واهله بيبقوا مشغلينه. انا مره قابلت طفل اللي هو بيمسح اللي بيعمل زيت للبيبان ده، لقيته بيعيط في الشارع الساعه 12 بالليل، بقول له يا ابني انا خفت، بقول له في ايه؟ حد سرقك؟ حد خبطك؟ قال لي لا ده انا ابويا مطلعني اشتغل طول اليوم من 12 ل 12 بالليل وماشي حافي. وايه اللي حصل؟ زعلان ليه؟ قال لي انت لازم تجيب 100 جنيه في اليوم. لا 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 اقسم لا لا. بالله. والولد عمل كام بقى؟ عامل 75 جنيه. والولد هيموت ومش عايز يرجع البيت عشان ابوه هيعلق له المشنقه، وابوه قاعد في البيت يخص عليه. قلت له ابوك يا ابني بصحته؟ قال لي جدا. ويعني فين وفين لما بيشتغل؟ 100 جنيه ده تمن المخدرات اللي بيشربها. وعنده ولدين فمنزلهم، يقول له انت هتنزل هتاخد الحاجه دي هتلف على المحلات هتجيب 100 جنيه في اليوم. الولد عمل لغايه الساعه 12 75 جنيه. المسافة اللي ما بين بيت الولد وما بين الـ 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 المكان اللي هو عايش فيه او الشغل اللي هو بيشتغل فيه كيلوات، والساعة 12 بالليل. طب الولد ده في مرة ايه اللي هيحصل يا سالي؟ ده مش هيرجع طبعا، صح؟ او هيتلم على شيخ منصر يمسكه ويخليه ان هو يديله فلوس مثلا، او يغريب اي حاجة، يبتدي يشرب مخدرات مع الاطفال الحلوين اطفال الشوارع صحابه، وفي الاخر يجي يقول لك انا مش عايز اتصلح حالي. ولما بيخشوا الاحداث بتبقى مشكلة كبيرة ان هم مش عايزين يتعدلوا، بيفضلوا مطلوقين في الشوارع مبسوطين، ويجوا في الاخر يبقوا نموذج لا يصلح ان هو يبقى في مجتمع واحد. الطفل ده هيبقى بلطجي، هيبقى منحرف في يوم من شكرا. الايام في مره من كتر الضغط اللي بيعمله ابوه عليه، او هو بينزله يشتغل وهو في سن كام ده؟ في سن الولد كان عنده 8 9 سنين. الولد ده في يوم من الايام مش هيرجع وهيعيش في الشارع ومحدش يعرف عنه. طب العيال دي بقى تعمل ايه؟ يعني العيال ولاد شيمان انت شفتهم، اكبر واحد 9 سنين، اصغر واحده 3 سنين. ده لازم حتى كمان ان شاء الله يعني الناس اللي بتسمعنا والمؤسسات اللي بتسمعنا وكل حاجه بتسمعنا دلوقتي لازم يتبنوا حاله او يتكفلوا برعايه الست دي واولادها، لان الولاد دي مشروع لأطفال منحرفة هتبات في الشارع، وأطفال مش هيكون لها مستقبل، وهتبقى في حالة رهيبة جدا من البلطجة والعنف وحاجات كتير جدا. مين ليه مصلحة؟ مين؟ مين ليه مصلحة أنه يبعت لها مسج بخيانة جوزها؟
دي اللي هو اللي جوزها بيكلمها. طب هي ثواني تستحي على دمها ولا بتبقى عايزه تعرف مراته ان هي موجوده؟ ده هي بتعرف مراته ان هي موجوده عشان تهد العلاقه. ما دي بتبقى لعبه خبيثه كده، هي بتكلمه انا هخليكي اعرف ازاي طفشه، ومراته في مراته في البيت مثلا، فهي بتبعت لها رساله تقول لها مثلا ان جوزك على علاقه مثلا بكذا، فعلشان العلاقه ما بينهم تبوظ. وباسورد تليفونه. وان هي ازاي تبعت باسورد تليفونه؟ هي بتورينها ان هي انتمت او حميميه اكتر معاه وهو مطمن لها اكتر. ما الحركه دي تطلع منين؟ من الست اللي هو مصاحبها او ماشي معاه. ليه؟ طب لما واحده تعمل كده احنا نعمل ايه؟ نعمل يعني انا مثلا ست متجوزه وواحده بتعرف جوزي وراح يبعت لي مسج، انا اعمل ايه؟ طب ما انا لو سكت هيجي لي جلطه واموت، لو عرفتهم يبقى لازم اخد موقف وامشي، لو عملت نفسي مثلا مش واخده بالي هيتمادوا. هو العيب في مين؟ اعمل ايه؟ العيب في مين؟ في الراجل اللي ما المسؤول ده. العيب في مين؟ في اللي هو ماشي معاها ولا هي مراته اللي قاعده في البيت؟ في اللي هو ماشي معاها طبعا. لا العيب في هو، انا ماليش دعوه باللي ماشي معاها. لا والتانيه برده ما عندهاش ضمير ولا اخلاق. انا اللي اديت الفرصه للشخص او الانسان اللي انا مصاحبها ان هي تتمادى وتخرب بيتي. انا الراجل، انا يعني اللي عارف يشكم نفسه، ما انا اللي بعرف يشكم حمرا. يعني بمعنى ايه تاني؟ ما هو دلوقتي احنا بنبقى عاملين كده زي في النص دايره كده، هو ده مرتبط مع واحده مصاحبها وفي نفس الوقت الست الغلبانه. انت ممكن تتاخد عليك نصيحه ان انت تنصح الرجاله دلوقتي لما تكون بتعرف واحده على مراتك تشكم من علاقه. ما تخليهاش تبعت لمراتك حاجه. لا ما هو مش عارف ان هي بعتت، هو عارف. تانيه بتعمل ايه؟ ان انا ايه هرمي حاجه على مراتك عشان انت تبقى معايا وتقرب مني اكتر واخدك خالص وتهدي البيت اللي مبني ده اللي فيه عيال وفيه 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 حاجات كتير جدا. طب شيماء المفروض كانت تعمل نفسها مش واخده بالها؟ لا بص اصل انا عايز في رأي يقول لك كده. لا انا فاهمك حاجه، هي الظروف اللي بتجبر الانسان ان هو يعمل او ما يعملش. يعني ايه؟ هقول لك مثال بسيط. يعني لو ست اكتشفت ان جوزها على علاقه بواحده تانية وان الست دي بعتت لها الباسورد وان في بينهم حاجات كتير جدا، عارفه الست يا سيري لما بتكون عندها ماديات، الست لما بيكون عندها شغل بيبقى عندها حاجه اسمها متنفس. ليه دايما بيقول لك الست لو مسكت فلوس الدنيا بتخرب؟ لا مين قال كده؟ يعني هو دايما بيقول لك ما انت مسنوده، هو انا لازم ابقى ضل راجل ولا ضل حيطه؟ لا القصه انا عايز اقول لك ايه، ان الظروف اللي بتجبر الست ان هي في ست يعني مثلا واحده زي شيماء دي مش عندها امكانيات، مش عندها بيت، مش عندها اهل، مش عندها اسره. يعني الامكانيات تغني عن الراجل؟ ما هو لو الراجل مش سوي، لو الراجل بيعمل حاجات بيأذيها وبيهنها وبيضربها وبيشتمها ومعيشها في سجن، فساعتها هتاخد القرار بالبعد او بالانفصال. ولو قالوا ان ده يعني ان الفلوس دي بتقويكي فبلاش الست يبقى معاها فلوس. الست الاصيله على فكره تشتغل. على فكره عايز اقول لك حاجه، الست الاصيله اللي شايفه جوزها شكرا حاجه كبيره بالنسبه لها، اقسم بالله لو معاها كنوز الدنيا ده بياخدوا شكرا. ده بياخدوا ورثهم وتقوله شغله لي يا حبيبي او نصرف منه يا حبيبي، مش أو فارق معايا. او تصرف بيه على الولاد. وفي ستات بتشتغل كتير وبتصرف على، وانا مع الست شكرا. اللي بتشتغل وبتحط قرشها مع جوزها والراجل قصير ويرد لها ده، لكن قصه ان انا اتهكم واجي عليها واحس ان هي مذلوله واحس ان هي متهانه، ده مش اسمه جواز، ده اسمه ذل واهانه. هو الراجل اللي يضرب مراته ضعيف الشخصيه ومش راجل والرجوله يعني مش كده. ده بيتقال عليه ايه في العلم النفسي؟ يعني ده بيتقال عليه ان هو شخص غير متزن نفسيا وشخص لا يتسم بالرجوله وضعيف شخصيا. ليه انا بقومها يا دكتور؟ بقومها. اقومها ايه؟ ما هو الضرب عايزه تبقى مش عجباني كده، قله الادب، عايز تضرب. ما هو بص اقول لك حاجه، لو هي ست لسانها طويل وبتتجاوز الحدود مفيش مشكله ان هو يقومها، قطع ايده لو مد ايده عليها. ما هو الضرب، احنا قلنا الضرب اللي هو ايه؟ الضرب اللي هو تغلط يهجرها ما يضربهاش، تروح يقول لكبيرها. ما انا بتكلم على ايه؟ اسمعيني بس، افرض في ست سليطه اللسان فايه؟ تتضرب؟ فمثلا ممكن بتهين، ما مش قصه ان هو حاطط في دماغه يضربها او مش يضربها، ما هو كل فاعل ايه رد فعل. انا مثلا بعاملك باحترام انت هتعامليني باحترام. انا مثلا بتكلم بصوت عالي انت هتتكلمي بصوت عالي، صح؟ صح. طيب انا بقول ايه، ان ممكن الست مثلا يكون بتتكلم مع الراجل باسلوب مش كويس، ولما هو يضربها لما هي ممكن تمد ايده عليه وتبقى مشكلة ومجزره. ما هو قصه لا طب الضرب عمره ما كان حل يا دكتور، اول مره اختلف معاك. هو مش حل، الضرب مش حل، ولكن انا بقول ايه، ان طالما الست ست اصيله وست محترمه ما بتقومش بحاجات ممكن تخلي الراجل مثلا يخرج عن شعوره، يبقى دي ما ينفعش ان هي تنضرب. وحتى لو الراجل هو القائد، هو اللي يعرف ازاي يمشيها على طريقته، حتى لو كانت سليطه اللسان، حتى لو كانت قله الادب، حتى لو كانت بتعمل حاجات مش عاجباها. بص يا سلام، انا عايز اقول لك حاجه، ما انا بس عشان ده البصه بتفرق. ما هقول لك حاجه بس، في ناس معينه عايشين مع بعض
فاقدين لغة الاحترام وفاقدين لغة التفاهم وفاقدين لغة التوافق الفكري. فاللي بينهم إيه يا سالي؟ ضرب وشتيمة وإهانة قدام ولادهم لدرجة إن هم يقفوا قصاد بعض يقولوا أنت هتضرب أنا هضرب. طب الست لما تتضرب بترجع تاني زي الأول؟ لا طبعا خالص، مفيش حد في الدنيا بيتضرب أو بيتهان ويقنعني أو يقنعك إنه يرجع تاني زي الأول. في حاجات بتتكسر جوه، يعني بمعنى لما بيكون حد شايل من حد، انا كل يوم بكسر فيك حاجه، كل يوم بهينك، كل يوم لك مع العيال التربيه الايجابيه ما تضربوش، كل يوم باجي عليك هل تقنعيني حتى لو بتظاهر قدامك ان انا مبتسم بس انا من جوايا مكسور منك طبعا. انا جوايا في حاجات شايلها منك، انا من جوايا انت هيني وفي ذل. فبالتالي حتى كمان على فكره درجات الحب اللي انا كنت بحبها لك مع الوقت بتنتهي مع الشتيمه والإهانة والضرب. صح. الحب بيزيد إزاي؟ الحب بيزيد بالإحترام، كلمة الحلوة، بالمودة، بالرحمة. عمر ما الضرب ده، أنا لو مربي قطة عندي في البيت وبعملها بقسوة هتهجرني، هتطلع تجري مني، فما بالك ده حيوان صغير، فما بالك لما يكون عندي إنسانة بني أدمة. أقل حاجة تقدم لأي إنسان في الحياة الإحترام. طب إزاي بقى شيماء ترجع تاني تبقى كويسة؟ هترجع سوية بالتأهيل النفسي وبالمعاملة الطيبة، والناس تمدلها يد العون وتساعدها، وتربي ولادها تربية سليمة. وياريت يا رب أي حد بيسمعنا يتكفل ببيت ليها، يتكفل بوزارة التضامن الاجتماعي، يتكفلوا بمعاش شهري، بمعاش شهري ليه. احنا بننقذ ست هتقعد في الشارع هي وولادها، وولادها دول صغيرين في السن وفي منهم ولاد وبنات. خلي بالك الماديا دي ربنا يوقف لهم ولاد الحلال، نفسيا دي هي تساعد نفسها ولا الناس اللي تساعدها؟ هي هتساعد نفسها والناس تساعدها، الناس المحترمة، الناس الكويسة تساعدها وتقف معاها وتساعدها. يعني نفسيا لما الواحد بيوعى بيبقى محتاج اللي حواليه ولا ممكن يقوم نفسه بنفسه؟ يقوم نفسه بنفسه، بس محتاج جزء الدعم الايجابي. يعني بمعنى ايه؟ ان انا لما بلاقي ناس كويسه يبقى انا بوصل لها رساله ان الدنيا بخير، بوصل لها رساله ان انت بتتعافي بسرعه، بوصل لها رساله ان انت هتقف على رجلك، بوصل لها رساله ان في ونس وفي دعم في حياتك، ان انت مش لوحدك، وربنا خلقنا في الدنيا عشان نكمل بعض، ما حدش في الدنيا هيعيش لوحده. أنا آخر سؤال هختم بيه مع حركة، الطفل اللي بيتربى في مجتمع زي مجتمعنا من غير أب بيطلع عامل إزاي؟ من غير أب وهو عايش بيطلع طفل غير سوي، وخصوصا إذا كان الأب قاسي وبيتعامل معهم بالمعاملة دي، لأنه مش هيتقبل إن هنقول إن أبوك ميت لأنه أبوه عايش بالفعل. ولكن في يوم من الأيام هو الولد بيعتقد إن هو ملوش أب وبيعيش حياته إن هو ملوش قدوة، فبالتالي بيبقى ممكن ينحرف، ممكن يبوظ، ممكن يتدمر نفسيته. إذا كان عايز أقول لك حاجة، لما بيكون في أسرة فيها أب وأم في البيت والأب بيبقى بيشتغل فترات طويلة غصب عنه عشان أكل العيش، فدايما أنصح الناس أقول له إيه؟ لو هترجع بالليل أقعد بس مع ولادك 10 دقايق، حط له لعبة وهو نايم، يسخن 10 دقايق، اتكلم معاهم، قول لهم أنتوا عملتوا إيه النهاردة، احكوا لي. لو أنت حتى كمان بتشتغل شغلانتين أو راجع تعبان من الشغل وبتجيب قوت يومك ومصاريفهم، ارجع بس اقعد معاهم 10 دقايق. فما بالك بقى بأطفال هتعيش من غير أب، وياريته كمان أب سوي، وحتى لو هم موجودين معاه هو أب مش سوي. صح. هيطلعهم معقدين ناقصين فكريا. صح. ومعنويا، هيطلعهم بيفكروا في الميول الانتقامية، هيطلعهم شخصية متخبطة، شخصية عشوائية، هيتعرضوا لجميع أنواع التعذيب والذل والإهان. فمش أي حد بيتجوز ينفع يكون أب. أنا بشكرك ونورتني. أنا اللي بشكرك، ربنا يخليك يا رب. أختم معاكو بالجملة دي اللي قالها دكتور محمد علي، مش أي حد ينفع يتجوز، مش أي حد ينفع يكون أب. يعني يا رب فعلا كانوا بيقولوا إنه ده مطروح، إنه نكشف على الناس اللي عايزة تتجوز، نكشف عليهم طبعا، يعني غير إن إحنا بنكشف عضويا إحنا عايزين نكشف نفسيا. ينفع يربي؟ ينفع يكون أب؟ تنفع تكون أم ولا لأ؟ عشان حرام علينا اللي بيحصل ده. بشكركم جدا، واستنونا وحلقة جديدة وقصة جديدة بأبطال تانيين في قصة حقيقية. باي باي.